أهلا بكم متابعي بنوتوكس. في هذه الحلقة سنتعرف على برنامج لتسجيل الصوت أو التعديل على الصوت مباشرة في الريال تايم دون الحاجة إلى تعديله بعد انتهاء التسجيل. مثلا أنا أقوم الآن بتسجيل سطح المكتب وسجيل هذه الحلقة. في السابق كنت أسجل الحلقة وبعدها أرسل الصوت إلى برنامج أوداسيتي للتعديل عليه وإزالة الضوضاء وإضافة بعض المؤثرات مثل تفخيم الصوت وترقيقه وغيرها من المؤثرات. لكن الآن أنا أسجل مباشرة دون أي تعديل على الصوت باستخدام برنامج Easy Effects. كما تشاهدون عندما أتحدث الآن تظهر تلك المنحنيات الخاصة بدبدبات الصوت، والتسجيل يتم عبر برنامج Sample Screen Recorder وهو في حالة Enable. لو أزلت التفعيل عن البرنامج ستسمعون الصوت دون أي مؤثرات، وهذا هو الصوت دون أي مؤثرات. تسمعون الضوضاء وتسمعون الضجيج حولي. أعيد تفعيله مرة أخرى، والآن فعلت Easy Effects وبدأت المؤثرات بالعمل. لمشاهدة المؤثرات نأتي إلى خانة Effects في الانبوت، وهذه هي المؤثرات التي تعمل الآن في الخلفية، وهي Noise Reduction و Speak Processor و Bass Enhancer. أما باقي المؤثرات فهي غير مثبتة بعد، يمكن تثبيتها من خلال إضافة البلوجينز الخاص بها، لكن هذه الثلاثة هي أهم ثلاث مؤثرات. هذه يمكن إزالتها دون أي مشاكل. لإضافة أي مؤثر نأتي إلى Add Effect و نضيف المؤثرات، وفي كل مؤثر تجد الإعدادات الخاصة به. Noise Reduction يمكن التحكم به بشكل سهل، و Speak أيضا Speak Processor يمكن إضافة Automatic Gain Control و Voice Detection وغيرها. مثلا أضيف خاصية Voice Detection وستشاهدون هناك تنقية أكثر للصوت أو تحسين في جودة الصوت، حيث يقوم بالتقاط الصوت فقط عندما أبدأ أنا بالحديث أو شيء من هذا القبيل. هذا البرنامج يمكن تثبيته على أي توزيعة، مثلا نأتي إلى متجر برامج الخاص بمانجارو وكتابة Easy Effects، وهذا هو البرنامج مثبت وحجمه صغير جدا. إذا هذا البرنامج سيفيدني أكثر، وأكيد أنه سيفيدكم خاصة إن كنتم من هو تسجيل الصوت وتسجيل الحلقات وإنتاج المحتوى. كان هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة القصيرة حول هذا البرنامج الجميل والمفيد جدا. شكرا لكم وإلى اللقاء.